خلينا نشوف الدنيا فيها ايه يا برج الجدي، وان شاء الله ليك كل خير. خلينا نقول ان هيكون عندك سيطرة تامة 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 على مشاعرك وامورك المادية. هتقدر تظبط امورك، هتقدر تظبط مصروفاتك، في فلوس كتيرة جاية لك، او في رزق كويس وحلو قوي جاي لك، هيغير حياتك كلها ويحسن من وضعك ان شاء الله. ايامك اللي جاية كلها هنا وسعد يا برج الجدي. يمكن شوية انت ملخبط، شوية متبرجل، شوية ان انت مش عارف تظبط الاداء، بس ان شاء الله بقدوم شهر 6 الدنيا كلها هتتغير، الدنيا كلها هتتغير معاك. بالنسبة للمنفصلين والمبتعدين عن الاشخاص اللي هم مرتبطين بيهم او اللي حصل بينهم طلاق، ففي رجوع وفي صلح بأمر الله. إن شاء الله ليكم صلح وإعادة بناء من أول وجديد، وإعادة تعارف من أول وجديد، وبعد تام للمشاكل والحاجات اللي كانت بتسبب لكم مشاكل هتتحسن إن شاء الله، وهتشوفوا حاجات كتيرة طيبة وعلامات كتيرة ودلائل هتجيلكم وهتدلكم على الخير وتروحوله فين وتعملوا إزاي. تمام؟ بالنسبة للحبيب اللي بعد بعيد واخد جنب وقاعد لوحده ومش بيكلمك وعامل بلوكات وقافل على نفسه وبيضايقك وبيعصبك بالحركات دي جدا، فهو ان شاء الله هتظهر له بادرة امل كده، وهيتكلم وهيسحب ناعم وهيبدأ تاني يعيد العلاقة من اول وجديد. بالنسبة لبعضكم او اللي هم قايمين على شغل او بيعملوا عمل حسابي او عمل تجاري في شغلهم، فان شاء الله في ترقيات وفي علاوات ان شاء الله. كمان بالنسبة للاشخاص اللي عندهم قضايا او محاكمة او حاجة مؤجلة عند الحكومة، يعني جهة حكومية هو مقدم فيها طلب على حاجة او كده وكان متأخر، فان شاء الله هيجيلكوا الرد ان شاء الله بالقبول، وهتكون حاجة كويسة جدا. في طاقة استشفاء رهيبة رهيبة ليكم وللي بتحبوهم ان شاء الله، وربنا هيبعد عنكم اي حاجة وحشة في الفترة دي، فترة من اول 6 لنص 6 ان شاء الله. ان شاء الله يا رب هتكونوا في اتم صحة، وهتكون صحتكم كويسة، وهتكون في مجريات للامور حلوة جدا هتخليكم تحسوا بالسعادة والتفاؤل للايام اللي جاية بعد القفلة اللي احنا فيها. مش عايزة اقول الوان عليها، بس بعد القفلة الفظيعة اللي احنا فيها، بعد وقف الحال بشكل او باخر اللي احنا بنمر بيه في الفترة دي بسبب الكورونا، فهيحصل انفراجة، هيحصل استقرار كده واحساس شوية جزء من الاجزاء بالامان. هيكون في تغيرات كتير، تغيرات كتير حواليك في الاوضاع اللي حواليك، يعني ناس كانوا كويسين هيبانوا على يعني هيبانوا على حقيقتهم ان هم ما كانوش كويسين، ناس كانوا وحشين جدا وانت كنت معتقد فيهم السوء دايما هيبانوا ان هم دول اللي هيقفوا جنبك، لان في محنه بسيطه كده هتمر بيها وهتغربل لك الناس كلها من حواليك يا برج الجد. هتشوف مين اللي معاك ومين اللي ضدك، وتشوف الايام اللي جايه فيها ايه خير، فما تقلقش ابدا يا برج الجد، اللي جاي لك كله خير ان شاء الله. خلينا نشوف قراءة برج الجدي للمنفصلين بالذات تحديدا، خلينا نشوف المنفصلين والمطلقين ايه النظام عندهم. احنا كده قلنا العامة، وخلينا نشوف الخاصة المحددة. بعض الاشخاص من برج الجدي واللي تم الانفصال عن حبايبهم، حبيبك قاعد سوري يعني زي الصنم، ما بيحاولش ياخد اي خطوة، ما بيحاولش ان هو يستعجل، ما بيحاولش ان هو يجي ولا يقول، هو تقيل جدا، شخص تقيل جدا، كتوم جدا. المسألة دي يمكن تكون سبب انفصالكم عن بعض او سبب بعدكم، لانك انت بجد كنت بتعاني من النقطة دي، فهو بيفكر جديا ولكن ما بياخدش اي خطوة، والمفروض ان هو طالب منك ان انت اللي تاخد الخطوة، وان انت اللي تاخد خطوة الرجوع. فانت بقى في الحالة دي اللي تقدر ان انت تحدد، والله لو انت هتقدر تاخد الخطوة دي وانت اللي تروح وانت اللي تبدأ بالسلام وتبدأ بالصلح، اوكي تمام، هتبقى تمام وهتمشي عسل قوي. طيب لو انت رافض تماما الفكرة وانا مش هرجع للشخص ده تاني، اذا ابدأ حياتك من اول وجديد، لان في بدايات جديدة وفي امل جدا في بدايات جديدة، وهتكون سعيدة ومختلفة تماما عن العلاقة الاولانية.
وبجد هتكون مجال كبير للسعادة والهنا. بالنسبة للي هما دلوقتي قاعدين على المحك، حاسين ان الدنيا كلها قافلة معاهم، مفيش حركة، مفيش رجوع، مفيش صلح، الدنيا كلها مقافلة بقالها فترة. فخلاص ان شاء الله في انفراجة وفي فتحة، هيعدي منها النور وهيفتح لكم طريق جديد لبكرة اسعد. تمام، ده بالنسبة للحبايب المنفصلين والمطلقين. بالنسبة لحبايبي العزاب او متأخرين الزواج، بالنسبة لهم بنقول ايه؟ بنقول بالنسبة لحبايب بالذات المتأخرين في الزواج، اسفة جدا بس بسبب الموتوسيكل ده، بس خلونا مع بعض. حبايبي المتأخرين في الزواج، كان حصل في فترة من الفترات ظهور لحبيب وحسيته ان هو ده اللي مع الامان والسلام والحب وكل حاجة، لكن بعد فترة اختفى او حصلت مشكلة فاختفى. الشخص ده راجع تاني وعايز ان هو يتواصل معاكم وعايز ان هو يرتبط بيكم. بالنسبة لحبايبي غير المرتبطين من العزاب، فما توقفش محتار كتير، قدامك كذا علاقة وانت محتار بينهم تاخد انهي وتسيب انهي. تمام، الحيرة دي ما منهاش اي جدوى، لانها مش هتأدي لك لحاجة لقدام او هتأدي بالعلاقة لقدام، لا بالعكس هتخليك واقف مكانك وما انتش عارف تروح فين، وهتقعد لفترة طويلة ثابت على المقدار ده. طبعا لا، لازم ان انت تركز على امورك العاطفية بالنسبة للعزاب، وكمان ان شاء الله امورك العاطفية ان شاء الله هتكون ماشية وتمام الايام اللي جاية. اهم حاجة الغي قانون الحيرة، الغي من عندك قانون الحيرة، ما توقفش دايما متحير بين شيء وشيء، لا اختار اختيارك. في كذا طريقة علشان تثبت لك ان اختيارك صح. اولا السؤال في ناس موثوقين منهم عشان تعرف اذا كان الشخص ده كويس ولا لا. كمان تعرضه كده لكام تجربة علشان تضمن رد فعله، وكمان ان انت تستخير ربنا. وطبعا استخارة ربنا دي مبدئيا وهي اول حاجة. خلاص، خلينا نقول في عندكم بناء وفي عندكم زواج او تقدم لزواج او تأسيس حياة جديدة بالنسبة للمتأخرين في الزواج وبالنسبة للعزاب. يا رب تكون من حظكم من نصيبكم وتكون ايامكم اللي جاية احسن. ما انتش بطول في الدعاء، اهو الناس اللي زعلت مني علشان بطول في الدعاء، فانا هو ما انتش بدعي. وما تنسونيش من اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. هتلاقوا زرار تحت احمر، دوسوا عليه وفعلوا كلمة الكل او الجرس علشان خاطر يوصلكوا كل جديد واول اشعارات تنزل لنا معانا فيديوهات كتيرة حلوة في الايام اللي جاية. تمام، عايزين نشوف بقى بالنسبة للمرتبطين او المخطوبين او الناس اللي في علاقة حب، ايه الحكاية وايه الدنيا، الحبيب ماله، شوية بيجي وشوية بيبعد ليه. عايزين نقول ان او الزوج ليه مشاعره متلخبطه، ليه معاكي مش ماشي ظبط، يعني زي ما احنا بنقول. فخلينا نقول ان في بعضكم عندكم بالفعل علاقه ثلاثيه، او الزوج او الزوجه، يعني الطرف الثاني في حياتك اذا كان زوجك فهو زوجك في علاقه ثلاثيه. الزوجه طبعا مستبعد الفكره دي ولكنها بتحصل. فخلينا نقول ان في حياتكم حد علاقة ثلاثية، وده مسبب لكم ألم وتعب ومشاكل، ودايما خناقات في البيت، ما ينفعش كده، من النظام مش نافع. ولكن انتم مرتبطين جدا. الشخص اللي مرتبط بعلاقة ثلاثية ده ما هوش قادر يسيبها ومش قادر يفك حباله منها، ودايما انتم حزانة او من جوه حاسين بالتأثير ده. في بعضكم بيحاولوا اشخاص معينين يفضلوا يزنوا على ودانكم علشان خاطر تنفصلوا او تبعدوا عن حبيبك او تبعد عن حبيبتك او زوجتك. فطبعا في كتير ناس بتحب ان هي تتكلم وبتحب تصطاد في المايه العكرة زي ما بيقولوا، ودايما بيلجأوا ان الزوج ظروفه وحشه، طيب اتطلقي وشوفي جوازه تانية، او انت مراتك مش بتساعدك، لا اتطلق وشوف لك جوازه تانية تساعدك وتكون واقفه جنبك وكده. الامور دي كلها ما ينفعش تتاخد بالشكل ده. يا ريت هم الدنيا ماديات، ما كانش حد تعب، اللي يلاقي زوج وزوجه صالحه واشخاص طيبين وبيستحملوا معاه، يا ريت ما يسيبهمش ابدا ويثبت فيهم بايديهم واسنانهم، لان ده عمله نادره في الزمن اللي احنا عايشين فيه. تمام،
عايزين نقول ان كمان المرتبطين من برج الجدي في ماديات كويسة معاكم وهتتصلح زي ما احنا قلنا قبل كده، والماديات دي هتكون سبيل من سبل اصلاح الحياة الزوجية او الحياة العاطفية معاكم مع الاشخاص اللي انتم مرتبطين بيهم. هتشوفوا هنا كتير، هتشوفوا سعد كتير. شهر ستة او بداية شهر ستة هو بداية ناجحة جدا لبرج الجدي. بتمنى لكم كل الخير وكل السعادة. بحاول ما اطولش في الفيديوهات علشان خاطر اصحاب الباقات والوقت اللي احنا فيه، النت صعب جدا على كل البلاد. بحبكم جدا، بحبكم دايما في الله. بتمنى لكم كل جديد وكل حياة سعيدة تحصل لكم.